شلون تعرفت على صدام؟ صدام هو تعرفت اول شيء على كريم الشيخلي. كريم الشيخلي عبد الكريم الشيخلي. كريم الشيخلي اجى الى رجعوا كانوا بالقاهره ورجعوا الى بغداد. زين. فكريم رجع يريد يستأنف دوامه في كليه الطب. وكان كليه الطب اصلا. زين. اكبر من عندنا بس كليه الطب طالع والى اخره وانهزم القاهره بضربه كريم قاسم. فاليوم احنا قاعدين عندنا بالنادي مال الكليه بنشرب قهوه. قال اكو ولد هسه راح يجيني اسمه صدام اعرفك عليه. قلت له صدام هذا اشترك بالضربه؟ قال لي يعني كان معلوم عندكم صدام اشترك بالضربه. طبعا هو انهزمه بحث المهداوي انكشفت. زين. فجاء صدام هذا كان تعارفي وياه ما شفته وراها ابدا الا بعد لاحقا ورا سنتين يمكن. بس كان تعارف طفيف يعني مجاملات مو اكثر. اي بس فقط. هذا عن طريق عبد الكريم الشيخلي. عبد الكريم الشيخلي تربطنا بعلاقتين، اخوه صغير كل صديقي وكريم زميلنا بالكليه الطبيه كان من رجع. زين. واجا اخوه جاب الكليه حتى نشوف بعض الاساتذه البعثيين عسى والعلي يساعدوه باعادته الى كليه الطب.